حبيبي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا مزيانين، صحة مزيانة، كل شيء بخير، كل شيء الحمد لله. أنا جيتكم بهذا الفيديو إن شاء الله باش نضرب موعد للناس ديال فاس والنواحي والمغرب كامل. مرحبا بكم يوم 16 يوليوز، دونك لو 16 جوي إن شاء الله، في الفيستيفال ديال الثقافة الأمازيغية. غادي تكون إن شاء الله أون بلانير في الهواء الطلق. مرحبا بكم كاملين، أنا واجد، نتمنى حتى نتوما تكونوا واجدين. غادي ننشطوا ونضحكوا ونغنيوا ونفرحوا، تبارك الله عليكم.